بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام السلام عليكم عزيزات الغاليات يا ربي تكونوا كامل بخير وتكونوا اون تخي بون سنتي اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لكل إمرئ ما نوى حبيبه قلبي نرحب فيكم في الفيديو تاع نهار اليوم ولا الفلوق تاع نهار اليوم متنوع فيه بزاف يعني تدابير وان شاء الله باذن الله راح يفيدكم كما راكم تشوفوا هنا بديت درت لافاج تاع الاطقم الصالات يعني تاعي وتاع بناتي زربيت تاع الصالات هكذا يعني باش نستقبلوا ان شاء الله الشهر الفضيل وحويجاتنا الله الله نقيقيين ولا نقولوا كيما نقولوا حوايج تاع الصلاة يعني قصدي مفححين وثانيك يعني كيما نقولوا فيهم رائحه طيبه يعني انا ما نغفلش عليهم على شك فوا هكذاك ندير لهم يعني دوره غير 30 مينوت برك يكفيو باسكو على بالكم تاع الصلاه راهم ديجا نقيين فوالا وهنايا كيما راكو تشوفوا درت المايس ثاني شديتو وسيتو هكذايا في بواطه فرغتو به بالماء تاعو ونزيد عليه هكذا كميه تاع الخل ونغلق عليه يعني هكذا باش نحيط له هذاك لومبالاج ديالو ولا بليتو وسمو البواطا تاعو هكذا باش نجي نستعمل لا سلطه نصايبو اونطرو طون كوشتوني درت الكاوكاو كي يتحمص لي دوك تشوفوا راح نديرو ميني صمصه مع بعض الكاوكاو كنت ور... وريت لكم الطريقه يعني ديروه كامل الفوقا وشعلوه غير من تحت الفوخ تاعكم باش هكذا يتحمص لكم بالطبع على كامل على لون واحد وتاني كنديروه ببقشور البنات يعني صدقوني عن التجربة يجي بزاف بزاف بنين وهنا يا كنت فرغت تانيك كلا لا طومات كونسيرف انا شتو راني نديرها في في الفريغو مي كوم راهو يعني رمضان وحن طيبو شاك يومين ولا تلت ايام طيب قديره دونك طيب درتو هكداك فرغتها في البلاره ودرت لها الزيت المهم كي نجوح نجبدو لازم تكون المغرفه تاعنا اللي نجبدو بيها تكون بروب هذا مكان باش ما تفسدلناش هنا تاني رحت شللت الحميصه تاعي شلتها بلوزيغ فوا البنات شمختها وخليتها واحد الاونور ومن بعد زدت عاود كسبتها تلقت الماء يعني تمتم ولا صفر هكداك زدت شمختها ليله كامله ودرت لها ساشي لي فيرشيميك يعني ما خرجتش هنا في لاكام مي درت لها ساشي دي لي فيرشيميك باش هكا يطيب بلوتو يتشمخ تجينا يعني طيابه الحميصه تاعنا وخرجت هايله يا البنات والله خرجت لي ما شاء الله وشتو نورمالمون آه، لا مارك لكم الى آه، ايفا لا وريتها كيما درت المشتريات وهنا الكاوكاو تاعي آه، هاوليك شوفوا كيفاش جا آه، رحيتو بيه بقشورو كيما قلت لكم رحوه مليح مليح البنات يعني كيما الطعام هكذايا دوكا راح ندير معكم ميني صامصا والباقي يعني راح نخبيه هكذا في بلاره دوك نزيد تانيك ندير آه، يعني نديرو سيغار نديرو انا برك القطايف يعني نحبهم صراحه نحبهم أه نحبهم شويه مقلشين فوالا هذه هي سينو هادو ما صامصا سيغا ولا ولا غير بالكاوكاو يجوا لاباس بهم وكما نقول لكم دائما كل وحده ام قدرها و... وهذه هي فوالا هنا شوفوا واش درت درت زوج كيلات تاع الكاوكاو فوالا هنا درت شوفوا غير شويه برك تاع الجوز باش نكمل الكيله الثالثه فوالا جاتني جوج كيلات ونص تاع كاوكاو درت لهم هكذا شويه نص كيله واحده اخرى تاع يعني لو تو امبورتو درت يعني 3 ميزور تاعنا تاع المكسرات يعني اللي تحبوهم فوالا تقدروا حتى تانيك تخلطوا له شويه ديال الجلان تاني كيجي بزاف بنين كاين اللي يدير حلوه الترك فوالا حلوه الترك يجي اه ترو سوكري انا ما نفضلهاش هكذا في لي ولا في الصامصه المهم حلوه الترك عندها بلاصتها وانتوما كيما تحبوا هنا السكر نديرو نص كيلو تاع السكر يعني ما تكتروش السكر بزاف هكذا باش يعني ما تجيكمش بزاف حلوه باسكو على بالكم نعسلوها فوالا وندير لها آه شويه تاع آه قريفه يعني اللي تحب القرفه انا نحب الدوقل تاع الزمان اللي ما تحبش تقدروا ديروا لها لافاني يعني تبقى لكم ومن بعد هاتيك دوك هنايا نديرو آه نعاودو نرحيوها البنات هكذا هذه يعني استيس برك باش اه يعني السكر والمكسرات تاعكم يعني السكر باش يتعسلونا لنا تاع توت سويت فوالا باش لا تاعكم تجي معسله وتجي هايله هايله ودك تشوفوا كي نبدا نخدم تشوفوا وهنا دوكا ندير لها اون سمن تاع السمن تحبوا زبده وتحبوا سمن ولا زبده كيما حبيتو هنا دوكا نديروا المزهر فوالا ونبدا شوفوا نعجن مليح هنايا هذه وفاء عطيت لها هي يعني توسيها هكا باش تتعلم لا كونسيستونس تاع لا فورس تاعنا كيفاش تكون يعني شوفوا لا فورس تاعكم توجور شوفوا كي تشبخوها بالمزهر شمخو بكميه قليله ويدكم راهي تعجن يعني حتى تشوفوا هذاك السكر داب ما بين يديكم ودائما شوفوا خلو لا تاعكم ترتاح ديروها دوكا هكذا في ساشي ولا بابي فيلم ولا خلوها تريح ومن بعد كي تولوا ليها اذا صبتوها سي بون راهي مليحه اللهم بارك الا صبتوها نشفت زيدوا لها شويه مزهر يعني هذا هو السر باش لا فاس تاعكم ما تجيكمش يابسه باسكو كاين بزاف بزاف اللي يدخلوا الكاطو تاعهم من ولا يجيهم يابس هذا هو يعني الغلطه اللي ديروها آه تخلوا لا تاعكم يابسه اكو شفتو هنا عندي هذوك الديول تاع لي كاغي اللي فيهم عشرين على عشرين سنتيمتر قسمتهم يعني كل حبه حطوها على زوج تقسموها ما زدتوش كاع كي شفتو الصوره كانت توضح لكم وهنا في لا ريسيبي واش كاين كاين شويه فارينه مع شويه تاع الماء راهي درنا يعني لا آه كول اليمونتير يعني هذه هي شغل آه آه كي غذائي فوالا ومن بعد هنا تجيو تشوفوا تحبوا تدخلوها لداخل تحبوا كيما حبيتو فوالا هاي لي كيفاش تجي السويمسه آه تاعنا هاي هاي ولا تحبوا تنحوها بالمقص كيما قلت لكم فوالا ومن بعد نجيب اون بواط هنايا درت فرشت لها بابي سويتو ونقدر دوكا هكذا ندير يعني نستحفظ بها في يعني في في المجمد باش هكذايا تجيكم سهله نهار اللي تجو راح يعني تقليوها تصيبوها واجده باسكو فريمون البنات تشد بزاف بزاف اليد راكم تشوفوا باكي يعني خرج لكم اللهم بارك يعني حسبوا باكي فيها عشرات قسموا كل حبه على ربعه تخرج لكم نورمالمون 40 حبه الله يبارك يعني تقدروا ديرون بيهم سيجار هنا تاني كنت درت آه وسمو زد درت كميه واحده اخرى تاع لي فون دو تارت سوكري الوصفه راهي في القناه البنات راح نخليها لكم ان شاء الله انتبهوا برك في اخر الشاشه آه راكو تصيبو الوصفه روعه 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 ديروها وما راحش تندموا يا البنات وعلى بالي راح تعتمدوها يجو بزاف بنان وما يشرا لهم والو شوفوا كل كميه درتها في بابي فيلم هكذايا باش هكذا تبدو يعني واش تحتاجو تخدمو غير ساعفوهم ساع البنات باسكو فريمون يجو واش نقول لكم يدوبو في الفم يجو هايلين يقعدو مقرمشين ما يصرى والو يعني عندي تجربة انا كل عام نديرها والله هي البنات غير تصيبوهم كي الحسنة ديرو غير لاكخام تاعكم ديبلومات ولا كخام باتيسيا ولا كخام وسيتخون كي ما حبيتو يعني تصيبوها واجدة هنا هدايا لو كونسونتخي تاعي تاع سيتخون لي كنت درتو معاكم هنا زتلو برك غلقتو كيما يغلقو الاتايست كيما يغلق هكدا باش ميدفقوليش باسكو مكانش عندي مكانوش عندي لي كوبلي دونك درت لهم هكدا كامل دخلوا واحد في واحد كيما راني نوريلكم باش هكدا ميدفقولكمش تاني كلها غير عولت قلت ندير ان شاء الله الكونسونتخي تاني تاع التشينا مازال مكتبش الله مكفانيش الوقت فغيمون البنات راني نجري نجري باش هكا نقص الماكسيموم باش نصيب روحي ان شاء الله في رمضان ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا هنا ثاني العسيله شوفوا البنات يتبالكم هكا خفيفه مي بصح مازالها سخونه دوكا كي تبرد الزيت تتقال معايا راح نوريها لكم بعد ما بردت فوالا شوفوا كيفاش جات البنات جات هايله يعني الوصفه ثاني راهي في القناه شوفوا لا كولور و يعني لا القوام تاعها نتوما تتحكموا فيه البنات فوالا لا كولور شوفوا شحال جات شابه ما شاء الله باسكو الكراميل خليتها يعني حمرت لي مليح ردو بالكم برك تتنحرق معكم وكما قلت لكم انا ما نحبهاش ثقيله اكثر من, من هكذا يعني دوك قد ما تقعد تزيد تتقال مي بصح راهي جاتني ما شاء الله ما من البنه خرجت ولا اروع وهنايا الحميصه شوفوا بعد ما تشمخت رميت لها داك الماء عاود شللتها مليح مليح ودوكا الحمد لله ودوكا جيت نديرها هكذا في لي ساشي نص درتو يطيب البنات باش هكذا كي ننساو الحميصه ولا نصيبوها طيبه معنا فوالا وهذه خليتها خضراء باسكو كيما في شطيطحه ولا كاين شي مواكل ما تكون طيبه الشطيطه تاع الدجاج والله ما تجي بنينه لازم ديروا الحميصه خضراء يعني باش تطيب مع كلش يعني تطيب تجي سوا مع الدجاج باش تجيكم بنينه فوالا يعني هادو تحضيرات لي قلت لكم ينقصوا يعني مستحيل هاد الحوايج هادو كامل تخليو روحكم كاين بزاف لي يعني التحضيرات يفهموها حاجه وحده اخرى يفهموها الهافي يفهموها آه نتوما ما تعرفوش زعما تعرفوا غير الماكله تخمو غير في كروشكم الله المستعان وخلاص يعني الناس كيفاش تخمم انا يدوخوني يعني كومسي هاد التحضيرات ماشي راح يديروهم هما كامل هادوما كامل راح ندير كيما لاطومات هذيك راني تفرغتها المايس فرغتو هذا كامل نقصان شغل البنات نقصان شغل باسكو كان نخليه كامل النهار الاولاني راح بزاف نوقف في الكوزينه وما راحش ندير الواجبات الدينيه هذا واش حبيت نقول لكم المهم هنا رحت لتانيك لو فور تاعي تاني كعطيتو غسله باط باه هنايا كما قلت لكم دوك نوريكم واحد البرودوي يعني راهو جديد في الاسواق والله عجبني البنات وتانيك ما يعني كي فابوريت هكا ما وسانيش يعني في صدري يعني انا شتوني ما نحملش ما نحملش مول هادو لي برودوي ما نحملهمش عندي حساسيه منهم مي هذا ما دالي والو من الاحسن برك ديروا آه لي غون تعرفوا اختكم انا بصحب الله ما ندير لي والو بصح والله ما يعني عرفت كيفاش نخدم به ما حرقنيش خرج آه تاعي ما شاء الله ما شاء الله كنت غسلته تاني قبل فوق البنات يعني ما شاركتكمش كلش باش لا فيديو تاعنا ما طويله المهم تهنيت منه وهذه هي دوك تشوفوا نوريلكم البرودوي اللي قلت لكم عليه بقاو يعني معايا ولي نسات لو جام نقولك راح يدير لي هذاك لو جام حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله ربي يهنيكم ويفرحكم يا ربي العالمين هاوليك هذاك لو ديغيسو هذا الجديد تاع لا مارك العملاق البنات هاي الملح للاينوكس مليح شوفوا الطوموبيل ما يوريو يعني مصورين حتى الحوايج المهم راهم كاتبين ميتي ايزاج فوالا وهنايا شويه لي زاشا لي كانوا خاصني شوفوا شويه سانوج شويه كاكاو جاب لي هذوك لي كوبلي كيما قلت لكم النعناع اليابس وهذاك الروز باش باش ندير محلبي ان شاء الله وهذاك السميد للقلب اللوز وهذايا غير قيس 10000 تاع فلفل قناوه دوك نديرو معاكم الدرسه البنات تجي من اروع ما يكون هنا رحت للروز تاعي دوك نشمخو نشللو بيان بيان ومن بعد تيك نخليه يقطر وينشف مليح ومن بعد تيك نرحيه في الرحايه اللي نرحو فيها يعني القهوه ولا التوابل ولا يجي اون بودغ يجي هايل باسكو حنا يعني ولادي موتوا على المحلبي هنايا رحت نحيت له كامل الريسان ديالو البنات شللتو مليح ودرت له دوك الماء ونحطو فوق النار حتى يغلي بيان يعني باش يطلع لي كما نقولوا تكون عندها كميه اكثر تقدروا ديروا ديروها تغلقوا عليها لا كوكوط تم تم انا درتو غير هكذا كيما شفتو رحت دوكا للنعناع ديالي هنايا فكره برك اللي ما عندهاش يعني ما عندهاش فاش ترحي شوفي جوزي غير في الصفايه دوك هذاك اللي يهبط من التحت نديرو في بلي وراء نخليه ندير به الشربه باش مع الاخر هكذا نديرو لا شر شويه تاع النعناع يابس وهذاك اللي راهو في الصفايه من الفوق دوك نديرو في بواطه به بالغصان ديالو هذا نخليه باش نطيبو لاتاي فوالا شوفوا الله يبارك كيفاش جا دوك نعمرو في دو هاد البوليورا تاعي وهكذا كي نجي نطيب نصيبو واجد ماشي نقعد نجبد ونحل حتى تبين يديا فوالا هذه هي هذا يشد لكم يعني آه واش نقول لكم ما شاء الله انا نهار اللي خدمته والله غشدني عام اكثر من عام وما صرا والو يا البنات قعد هايل هايل فوالا هنايا رحت دوك لهذيك الدرسه ديالي أه وسيت لها هنا أه شفت زوج ثلاث فصيصات تاع الثوم نديروا لها الملح يعني ملحوها مليح باش تجيكم بنينه هاد الدرسه البنات واش نديروا بها دوك ندير شويه تاع القزبر المطحون يعني هذه درتها اضافه هاد الخطره وعطاتني نتيجه هايله هايله واش نديروا بها شوفوا البنات نقدروا ناكلوا بها اللي يحب اللي يحبوا الحر باسكو هي تجي حره تجي حره حره وتقدروا دوزنو بها كما نقولوا شطيطحه تقدروا ديروها في كما نقولوا في هكذا في التشرميلات تجي ولا اروع وديروا برك حسابكم باللي راهي فيها الملح يعني كي تكونوا دوزنو ردوا بالكم برك من الملح هذا ما كان وصدقوني صدقوني تجي هايله اكو شفتو الزيت درتها لها بعد ما رحيتها باش تجيني اللون تاعها شباب درت لها هكذا يا الزيت تانيك في البلاره كامل دوك نغلق عليها ونحتفظ بها في الفريجيدير هذه تاني الحميصه اللي طيبتها فوالا يا العزات شوفوا غير ب 10000 كيفاش دارت لنا الله يبارك لبس بها دوك هادي ندير بها غير بشويه وليو كل خطره نشمخ الفلفل في القناوه تاعي ونروح نجيب المهرس وندرسو وجدناها اون فوا يعني ماشي غير في رمضان نديروها في سائر الايام احسبوها كي الحسنه وتحضيرات اللي كنت شاركتها معكم ان شاء الله يكون عجبوكم كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو تاع نهار اليوم حريه تحبكم تموت عليكم نتلقاكم ان شاء الله بوغ اون بروشين فيديو تهلاو في روحكم سلام وفي امان الله